باش كذلك باش تكون هناك تنمية شاملة داخل الجهة، حيت ما نبقاوش غير نكون شي في طنجة، بغينا يكون استثمارات مدن أخرى، مدن اللي موصلات حتى شي تنمية، مدن اللي عندها إكراهات حقيقية، فهذا الإشكال اللي بغينا ما يبقاش، يعني بغينا كل وحدات صناعية صغيرة تكون في وزان، تكون في الشاول، تكون في ليناك، تكون في حسيمة، تكون في المناطق كلها اللي خصها التنمية اللي كان فيها يعني اختلالات، بينما اختلالات يعني ما قدرناش فكلها كافية باش ننصفها. فأعتقد بأن اليوم إن شاء الله مجلس الجهة يشتغل، فخصكم تقربوا مع المنتخبين ديال مجالس الجهة باش يكون كل هاد المشاريع اللي تشتغل عليها باش يكون هناك تناسق وتناغم مع هاد الشباب إن شاء الله باش يكونوا هما الرائدين إن شاء الله في هاد الشيء. مرة أخرى شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.